السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا شغالين في البيم في امتدادات كتيرة بنقابلها، مثلا لو انت شغال برنامج زي الريفت هتلاقي عندك ار في تي ده خاص ببرنامج الريفت، ار تي اي خاص بالتمبليت، ار اف اي خاص بالفاميلي، ار اف دي ده خاص بالفاميلي تمبليت. بس في برضه امتدادات تانية كتير، كل برنامج ليه امتداد خاص بيه، نفس وركس في ال ان دبليو سي وال ان دبليو اف وال ان دبليو دي، وفي امتدادات خاصة أو مشتركة بين البرامج دي كلها. زي ما نشوف مع بعض إن في حاجات لتبادل المعلومات زي الـ IFC والـ CBXML والـ CTGML، وفي حاجات بنسلم بيها المشروع زي ملف الكوبي أو ملف الإكسل، وفي حاجات بتبقى نوتيشن زي الـ PCF، في حاجات بتبقى خاصة بالـ Energy Modeling يعني بتاخد المعلومات كلها بتاعة الـ Energy ونديها لأي برنامج من برامج التعامل مع الـ Energy. يعني مش بنخلي برنامج البيم هو اللي يقعد يحسب الطاقة والحاجات دي كلها، لا نقدر نحسبها على أي برنامج من البرامج المتخصصة في برامج الطاقة. طيب هنبدأ نشوف مع بعض الـ Industry Foundation Classes اللي هو الـ IFC، وده ملف ممتاز جدا لو انت عايز تشتغل على أكتر من برنامج وتاخد المعلومة من البرنامج دوت للبرنامج دوت، زي الـ Revit، زي الـ ETABS، زي الـ Energy Plus، زي الـ SAP وهكذا. فميزة فيه ان هو المعلومات كلها تقدر تاخدها تكمل عليها في برنامج اخر وهكذا، زي ممكن تاخد المعلومات ديت وتدخله على برنامج من برامج مثلا المعماري الانشائي حاجات الفيجواليزيشن، البرامج اللي تعمل تدقيق وتاكد ان المعلومات دي صح، برامج الفور دي، برامج الفاسيلتي مانجمنت، هو كل البرامج بدات تشوف الاي اف سي وتقدر تتفاهم معاه. هو خرج من عبايه البيلدينج سمارت. البيلدينج سمارت دي منظمة مفروض انها غير هادفة للربح، عملتها شركات المهمة في البيم زي جرافيسوفت، زي اوتوديسك، زي تيكلا والحاجات دي كلها. بيبدأ يقول له ان العنصر ده مثلا عبارة عن شيب، العنصر ده عبارة عن مثلا شباك اكيوبمنت، ويقول له موجود في المكان الفلاني، خصائصه كذا بشكل مبسط ومشترك بينهم كلهم. كل البرامج بتقدر تفهمه، يعني ممكن تعمل الشغل على الاركيكاد وتصدروا اي اف سي للريفت وتقرا عادي بدونها بشكل خالص، او اي برنامج من برامج السستينابيلتي، برامج الفاسيلتي مانجمنت، الحاجات دي كلها. وبقى فيها معلومات خاصه بالكوردينيت مابنج مثلا، حاجات خاصه بالاكسترنال داتا وهكذا. بيبقى مثلا ده عندنا هنا الدور، فبيبقى فيه معلومات خاصه بالميتا داتا موجوده، حاجات خاصه بالتعريف الاي اف سي، كل المعلومات تقدر تجيبها. لو قريت ملف الاي اف سي تقدر تفهم الباب ده خصائصه ايه وكل حاجة. فهو مستو ان هو كل البرامج متفقة معاه وفي كذا اصدار صدر منه، وبيبقى في حاجات مثلا يقولك اه انت كده هتصدر للاستدامة، فهنركز على نقط معينة، هنركز مثلا على الحاجات بتاع الطاقة، ده انت هتركز مثلا على التصدير عشان الموضوع كلاشات، يبقى خلاص مش محتاجين المعلومات بتاع الطاقة، محتاجين بس العناصر كجيومتري نقدر نفهمها ونقدر نشوفها. فبنحدد احنا هنصدر ليه، ممكن نصدر عشان موضوع الكوبي، ممكن نصدر عشان موضوع البرامج اللي هي بتعمل شيك وهكذا. هو مثل ان هو اوبن سورس، في ناس كتيره، شركات كتيره بتطور المعلومات اللي فيه، تطور ان انت تقدر تشوفه، هتقدر تشوفه اونلاين وهكذا. ممكن تصدروا برامج حتى الكوست استيميشن ويقدر يقول لك التكلفه بتاعه المشروع دي، مثلا الاركيكاد مثلا تقدر تصدره برنامج زي مثلا اكسس في ام، تقدر تصدره لبرامج مختلفه تعمل تحليل للحاجه، يبقى فيه معلومات كتير جدا. ده شكل مثلا من اشكال الحاجات، او بيقول لك مثلا ده اي اف سي وول ستاندرد نوع كذا، والخصائص تحته كذا، والاي دي بتاعه كذا، والمكان بتاعه فوق كذا. هو عباره عن يعني ملف صغير فيه كل المعلومات، كيبل مثلا اهوت نوعه دبل مثلا وهكذا، تمام بالشكل دوت. او مثلا ده فيزيكال اليمنت، بيقول لك بقى ده نوع بريدج مثلا الاي اف سي بريدج وهكذا، وبعد كده يفتح قوسين ويبدا يحط لك كل المعلومات اللي انت محتاجها عشان المشروع دوت. ده طبعا مثلا هوت، فبيبدا يحط لك كل المعلومات الخاصه بيه. وعندنا لو انت بتشتغل على مساحه كبيره بيبقى في لاند اكس ام ال، تقدر تاخد فيه معلومات الارض وكل المعلومات الخاصه بالرود والطرق اللي انت ممكن تحتاجها. ده مثلا اي اف سي فور انفراستراكشر، في اي اف سي مع جي ام ال، وفي حاجات خاصه بجي اس جي ام ال بس،
غالبا دلوقتي الناس كلها بتشتغل الاتنين مع بعض، يعني البيم مع الجي اي اس. الاي اف سي غالبا بيبقى البيلدينج، الستيب ده بتاع البروداكتس، الاندستر هو الاندستر اللي هي الصناعات الصناعية، اي اف سي 5956. فعندنا الاكس ام ال اكستنبل مارك اب لانجوج، وعندنا جي بي اكس ام ال بيبقى فيها معلومات خاصة ب الحاجات بتاعت الطاقة، وده بيصدر برضو من ريفت عادي. عندنا بقى ملف مهم قوي، construction operations building information exchange، اللي هو ملف الكوبي. ده ملف بتاخد المعلومات بتاعت المبنى من مرحلة الكونستراكشن لمرحلة الاوبريشن او مرحلة الفاسيلتي مانجمنت، وبيبقى مفهوم جدا في البرامج بتاعت الفاسيلتي مانجمنت. هو مش عبارة عن ملف سبريد شيت لازم ترتبه ترتيب منطقي، والا مثلا انت مديله معلومة يس اور نو وهو محتاج منك رقم، فلازم يكون معمول بشكل كويس. اول ما تقول له صدر المعلومات تروح مصدرها لك بشكل منظم، وهنا بيكتب لي مثلا الفاسيلتي متقسمه للفلورس، والفلورس متقسمه للسبيس، والسبيس متقسمه حسب الزونز الموجوده. اهم حاجه في الموضوع ان كل اكيوبمنت سواء ميكانيكال او الكتريكال يبقى متحدده في انهي غرفه عشان تسهل علينا في موضوع الصيانه. وبنكتب هنا القطع الغيار الموجوده والجوبس اللي هتبقى موجوده والريسورسز لو في حاجه محتاجينها عشان نعمل عمليه الصيانه. هو مرف الكوبي شرحناه كذا مره في بيم اريبيا، بيبقى عباره عن النقط دي، ونبدا ندخل المعلومات دي بالتفصيل فيها. وده بيبقى مفيد جدا في ان انا بحافظ على المعلومات من مرحله الكونستراكشن لمرحله الاوبريشن، بحيث ان انا اسلم لهم المعلومات بالشكل ده. ده ملف اكسل اهوت بيبقى فيه كونتراكت فاسيلتي فلور سبيس. السبيس ديت موجوده اهي، مثلا تقدر تحط فيها كل المعلومات اللي انت تقدر تقول كل الرومز، يعني ممكن تبقى سبيس او روم، بس السبيس بيبقى فيها معلومات اكتر. كل سبيس بكتب بالحاجات اللي انا محتاج ان انا اعملها صيانه في قلب الغرفه ديت، بحيث يبقى سهل عليا ان انا اعمل صيانه، اعمل تعديلات، تبديل، وهكذا. هو ملف الكوبي بدل ما انت عندك المشروع بالشكل دوت، لا بيطلع لك بملفات اكسل البرامج التفاهم بتاعت الفاسيلتي مانجمنت. فانا بدخل له البيم موديل ويطلع لي ملف الكوبي بنصدره من البيم. لما كنا بنعملها بشكل مانوال كان بياخد وقت كتير جدا، ولو معلومه فاتتك بتضطر بقى ترجع تعيد تاني الشغل بتاعك. فهنا اصبح الموضوع ابسط بكتير. هو البرنامج اهوت بيبدا يوريني جدول اكسل، وكل ما تدوس على معلومه يبدا يعمل زوم عليها بحيث ان انت تعرف المكان ده موجود فين، اي مكنه تبقى عارف هي موجوده في انهي حته. طبعا البيم موديل بنبدا نعمل له تصدير للمعلومات على اساس ان هو يبقى بيتعرف على البرامج بتاعه الفاسيلتي مانجمنت، وده من خلال الكوبي زي ما احنا قلنا. طيب طبعا لو انت عايز تشوف ايه الكود اللي ممكن تمشي عليه، ممكن تمشي على البي اس 2092 الجزء الرابع اللي صدر في 2014، وقريبا هيصدر الايزو 9650 الجزء الرابع برضو الخاص بملف الكوبي. طبعا كل عنصر بنعلم عليه بيبقى فيه معلومات خاصه للكوبي بنبدا نحطه بالشكل دوت. الزون ممكن تقسمها لسبيس، السبيس بيبقى فيها فلور فاسيلتي، وكل كومبوننت بيبقى عارفين السبيس، كل كومبوننت او كل تايب بيبقى معروف ان هو فيه حاجات خاصه بالصيانه. السي تي جي ام ال هي معلومات مكتوبه داتا بتبقى خاصه بالتبادل مع المدن، زي البرامج الخاصه بالرود ماب مثلا او البرامج الخاصه بالطرق. بيبقى في اول مره بنعمل حاجه بسيطه خالص ال او دي زيرو، بيبقى مجرد بس الشكل البسيط. بعد كده بنبدا نطور فيه بقى ال او دي 2 وبعد كده 3 وبعد كده 4 بالشكل دوت. هي الفكره بقى ان احنا عايزين نربط بين اللاندسكيب وبين البيلدينج، فهو الجي ام ال او سي تي جي ام ال بيسهل لنا الموضوع ده، ان انا اقدر اتعاون بين المدينه كلها والمدن، زي ما تقولي الغابه والاشجار. تمام بالشكل ده. فلما عندك
مبنى هنا ومبنى هنا ومبنى هنا، وتوصل بينهم شبكة بتاعت مية أو صرف أو كهرباء، وتقدر تحط كل المعلومات دي. فدي بتبقى بتدي نوع من السمارت سيتي. واحنا بالنسبة لنا مش مهم أوي سمارت سيتي أو إيه اللي اتحقق في كام في المية سمارت سيتي، المهم راحة الإنسان. يعني فرحت لما أنا أعمل المدينة سمارت سيتي ومفيش مكان إن الناس تمشي فيه، ملهاش لازمة. المكان اللي احنا ما نقدرش نلعب فيه استغمية تبقى مدينة غبية، لازم نعرف نلعب استغمية ونستخبى من بعض وغميضة والحاجات دي كلها، صح يا معاذ؟ تمام. لازم يبقى فيه مكان واسع وأشجار ومكان للناس تمشي فيها ومكان تركب العجل والحاجات دي كلها، انما ان انت تقعد تحط كباري وخلاص ملهاش لازمة. طيب في حاجات مثلا بنتعامل معاها زي البي دي اف بورتابل دوكيمنت فورمات، ممكن تصدر الشغل بتاعك ليه، تمام، وتقدر تصدره من الشغل بتاعك. في الاوتوكاد اللي هو الدي دبليو جي، برضو ده خاص بالاوتوكاد. دي دبليو اف بيبقى نسخة خفيفة ما تقدرش تعدل فيها، ده برنامج البيم هو تصدره دي دبليو اف، الناس تراجع وتحط لك كومنتات وتبعت لك الملف، تشوف المكان اللي فيه كومنت وتبدأ تعدل فيه بشكل بسيط. والارث طبعا من البرامج القوية جدا، وشغال بامتداد الكي ام زد والكي ام ال، ودول ممكن تستقبلهم في بقية البرامج اللي بتتعامل مع الاوتوكاد، بيستقبلهم بشغل دوم عادي. وعندي امتداد برضه اسمه يو 3 دي، يونيفرسال 3 دي، ده من الاوبن فايل فورمات فور 3 دي داتا، لو في معلومات ثلاثية الابعاد. فدي من اهم الامتدادات اللي الواحد بيتعامل معاها بشكل قوي على اساس يتبادل البيانات. طيب لو رجعنا كده لاول حاجه خالص، هنلاقي عندنا امتداد بي سي اف. ده امتداد لازمته ايه؟ لو انت بدأت تعمل الشغل بتاعك على الموديل وبعت لحد تاني يراجعه، تمام، بعت له الموديل مساحته مثلا نص جيجا، بعد ما رجعه حط كومنتات، يبعت لك الملف نص جيجا دوت وانت كنت طورت فيه ومش عارف التعديلات فين، لا هو بعت لك ملف فاضي خالص ما فيهوش غير الكومنتات بس، اسمه بي سي اف. تاخد انت الملف ده وتعمل له امبورت جوه الملف عندك، فيبدا يحط لك كلاود على الحاجات اللي فيها مشكله، ويوريك كتابات ويوريك الكومنتات. فده من ضمن الحاجات اللي بتسهل علينا الشغل جدا اللي هو البي سي اف.